كرم رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أمس في العاصمة المؤقتة عدن نادي فحمان الرياضي بتتويجه بطلا ببطولة دوري الدرجة الأولى للجمهورية اليمنية لكرة القدم للموسم الحالي 2021-2022 للمرة الأولى في تاريخ نادي فحمان بتغلبه على نادي وحدة صنعاء في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الأولمبي بمدينة سيئون في محافظة حضرموت. وهنأ رئيس الوزراء في مستهل اللقاء الذي حضره نائب وزير الشباب والرياضة منير الوجي اللاعبين والجهاز الفني والإداري لنادي فحمان بتحقيق هذا الإنجاز والظفر بكأس دوري كرة القدم، متمنيا لنادي فحمان الذي كان خير سفير لمحافظة أبين ببطولة الدوري المزيد من التألق والإبداع ومواصلة تحقيق الإنجازات والمستقبل الواعد في المجال الكروي والرياضي. وقال الدكتور معين عبد الملك أن ما حققه نادي فحمان من نجاح برغم الإمكانيات المحدودة يعكس مدى امتلاك الشباب اليمني الطاقات الكبيرة في مختلف المجالات والمخزون الوافر في المهارات والعزيمة والإصرار والطموح الذي يساعده على قهر المستحيل وتحقيق الإنجازات، موجها بدعم النادي بكافة الاحتياجات والاهتمام بتسخير إمكانات المبدعين لمواصلة تحقيق نتائج متميزة في المشاركات والمنافسات القادمة. وجدد رئيس الوزراء تأكيده على حرص الحكومة على تقديم كافة أشكال الرعاية والاهتمام بالرياضة والرياضيين في مختلف المجالات، مشددا بضرورة مواصلة مثل هذه الإنجازات والانتصارات والحفاظ على اللياقة البدنية واكتساب المزيد من الخبرات الرياضية من هذه البطولات الكروية، موجها بصرف مكافأة مالية للاعبي فريق نادي فحمان. بدورهم عبر لاعبو نادي فحمان عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الوزراء لاهتمامه بقطاع الشباب والرياضة وتوجيهاته باعتماد موازنة تشغيلية للأندية الرياضية وتفعيل أنشطة الاتحاد اليمني لكرة القدم.